الحمد لله. نحلي بقى. مامي. نعم يا أمي. ايه يا مامي، ومش عارف قلتي انك هتيجي تراكي معايا الهوم ورك النهارده؟ يا سلام، انا ما بقتش عارف اعمل حركه التبسب دي، وانت بصراحه كده ما بقتش تسمع كلامي. عشان خاطري يا مامي. طيب حاضر يا طري، حاضر، بس اما اخلص اكل. يا مامي دي تالت مره اشوفك بتاكلي فيها النهارده. خسارة عليك يا صنع، مش عز عليا الاكل. لا يا مامي، من هنا والشفا. بصي يا حبيبي، جعانة جعانة، أعمل إيه؟ أيوة مامي، بس أنت واخدة إجازة من الشغل علشان تذاكري معانا، وأنت ما بتعمليش أي حاجة غير إنك بتاكلي لحد ما بقيت عاملة زي البالونة. زي البالونة يا سوري؟ لا سوري سوري، زي البطيخ. دي أنا أدب بقى، أنا طول عمري رشيقة، رشاقة الغزلان. ده زمان قبل ما بابي يسافر، أما دلوقتي مفيش غزال، في أفيال. طب اطلع من قدامي بقى بغير ما في غير الحسن. عادي يا حاجة عادي. وبعدين ايه اللي انت بتتفرجي عليه ده كمان؟ ده برنامج عن رشاقة المرأة. وانت ايه اصلا يا مامي علاقتك بالرشاقة ولا حتى المرأة؟ شدي يا شدي، انت عارف لو ربنا قدرني ومسكتك هعمل فيك ايه؟ اه طبعا عارف، هتاكليني. لا هعملك منبة يا سولي، منبة. يا وسط يما، خد ايه؟ خد هات غيره. احنا جايبين السوبر ماركت كله، هات يا رب. خد، حطتني حطتني. هات هات هات. بقول لك ايه، ما غاوش، انا وسطي اتقطف بالشغلانه دي، انا تعبت، شوف لك حل. خلاص، هو احنا بنشتغل عندها بس؟ ايوه صحيح، ينكد عليه، ده اللي بيطلبه في اليوم يكفي العماره كله في شهر. بقول لك ايه يا مغاول، شوف لك حل في المصيبه اللي احنا فيها دي. خلاص يا اخويا، انا من الشيل والحط، وسطي اتقطف، مش معقول كده. ايوه صحيح، انا مش هسكت له، اول ما يفتح الباب انا فاهمه احنا مش شغالين عنده هو بس. ايوه كده، ايوه اجمد كده وانشف، خليك اسد. ايوه امال، امال انت فاكر ايه؟ انا لازم نرصهم له كده. ايوه يا اخوي، رص رص. اه يا ضهري يما، شيل يلا. ايوه خبت عليه، خبت عليه. حاضر. اسد اسد. ايوه وترص. ها ايوه. ايه يا مغاوي، ايه يا سيده، جبت كل اللي قلتنكوا عليه؟ ايه يا ست انجي، جبت السمنه البلدي؟ ايوه جبنا السمنه البلدي والزبده البلدي. والزبده البلدي. طيب وجبت جبت حاجه ساقعه؟ جبت حاجه ساقعه وحاجه سخنه كمان. لا انا عايزه حاجه ساقعه. دايت دايت. اه دايت ولا مش دايت؟ اهو مكتوب عليه. طيب كويس، جبت كل حاجه. يلا دخلوا الحاجه جوه. يلا دخل حاجه. شيل يلا دايت على الزبده ولا حاجه. خد معاك اسد. اسد. ايوه ايوه، لا مؤاخذة بس عشان تخنتي نعيد. تخنتي يا سيدة، عدي عدي. حاضر، نبقى نخس. ايه يا ست انجي، بس انا كنت عاوز نقول لحضرتك يعني موضوع مهم خالص خالص. قول يا مغاوي، تعال قول. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عاوز نقول لك يعني لو انت ناسي حاجة تاني انا ممكن انزل اجيبه لك يا قلب امك. حلوة قوي يا قلب امك دي. شكرا يا مغاوري، شكرا، كتر خيرك. يلا دخلوا الحاجة. أسد. يا مامي احنا جعانين والله، يا مامي جعانين. كل يا حبيبي قلب امك، اكل كتير اهو كل. يا مامي ما احنا عارفين انه كتير، بس انت بتاكليه كله. باكل ايه؟ اقصي عليكي يا ميدو، انا حتى نفسي مقفولة اليومين دول. نفسك مقفولة؟ أمال لو نفسك مفتوحة إيه اللي هيحصل؟ هتاكليني محتاجة. بتقول حاجة يا سولي؟ لا يا مامي طبعا يا حبيبتي، أنا بكح بس. سلامتك. وأنا فين أكلي يا مامي؟ أهو أهو يا ماي. طب وأنا فين أكلي يا مامي؟ برضه أهو. ومن إمتى يعني يا مامي وأنا وسولي بناكل في طبق واحد؟ ومن إمتى حضرتك بتاكل كل الأطباق دي؟ يوه يا ولاد، خايفة عليكوا خايفة عليكوا، اللي حمت تجيب لكوا نقرص. ده على اساس يعني يا مامي ان النقرس ده هيجي لنا احنا بس مش هيجي لك انتي؟ وبعدين بقى
يا بنت انا خايفه عليكم، لازم تطلعوا نباتيين. في سندوتشات جبنه رومي ها، مدوا ايديكم ما تتكسفوش. مامي حضرتك عملت لنا مجاعه في البيت، عامله زي البالونه قاعده على كرسيين، وفي الاخر تقول لنا عايزين نبقى نباتيين؟ والله ايه العذاب ده يا ناس. مش هرد عليك يا سوري، مش هرد عليك. الحمد لله الحمد لله يا رب. وبعدين النقرس، انا قلت النقرس. استغفر الله العظيم. احلى وقت، وقت النوم. يا سلام، هو ماله السرير كش كده ليه؟ مش عارفه قلب ام علي لما يجي هينام فين. مش عارفه انا صينيه الكنافه كملتهاش. معلش بكره بقى الصباح رباح. صباح رباح. مش مرتاح. نام على جنبي عشان الغازات بتبقى ايه بتضايق الواحد. حلوه قوي الغساله دي، عيني هتطلع عليها. قلت لشعبان يجيبها لي كان هيطلقني فيها. يطلقك؟ يوجتك خيبه يا هبه، هو انتوا بتاكلوا اصلا في بيتكم؟ انت يا دوبك عندك حنتين وطبقين، انت طول النهار بتاكلي في السوبر ماركت. معاكي حق فعلا، انا بقالي فتره مقصره في حق نفسي، عايزه ارجع تاني كده انزل الملاعب وارجع اكل واهبر، وعشان انا حاسه ان انا هفتنه وضعفانه خالص. مهبطه قوي، عشان كده جيتي تتعشي عندي. وبسم الله ما شاء الله بقى فهنا وشوفي اكلتي الشوكولاته كلها. اعمل يعني يا انجي؟ انا عايزه ارجع كده تاني ابقى بطه مبطبطه، ده انا الهدوم كلها وسعت وبقت مرحرحه عليا. ويا خليكي شكلك 2 كيلو سجن، ده مش عارف على فكره. اعمل ايه يا انجي؟ انا خلاص لياقتي ورشاقتي ضاعت خلاص، انا بقيت رفيعه جدا، ما ينفعش كده، ما ينفعش، لازم اتخن. انما انت ما شاء الله عليك خلاص بقيتي جمل وتد، ده انت زمان علي هايز بيكي. عايزه تعملي كل حاجه وانتي قاعده في مكانك؟ عايزه تتحكمي في كل اجهزه البيت من زرار واحد؟ اشتري الريموت السحري العجيب. نعم. حلو ده قوي يا هبه، حلم قوي عايزه اجيبه، عشان ما بمد ايدي كده علشان ما بطولش الستاير، هجيب واحد زيه يا هبه. يوه يا خساره، قطعوا الاعلانات عشان يجيبوا المسلسل. معلش معلش، دلوقتي يقطعوا المسلسل ويجيبوا الاعلانات تاني بعد 30 ثانيه. لا على ايه؟ انا هحاول. عشان مسلسل رخم. ايه ده؟ ايه ده؟ فين الذوق في اللبس؟ يا اختي انت فارق معاك الذوق في اللبس؟ هو فين اللبس اصلا؟ دول رفيعين قوي، عيدان قصب. عيدان قصب ايه؟ دول حتى ما حصلوش زعزيع. ايوه، انت عارفه هما بيختاروهم رفيعين ليه؟ علشان اللبس يبان عينيهم، لو كان جسمهم حلو زينا اللبس ما كانش هيبان، والناس مش هتبص على اللبس اصلا، هيبصوا على جسمهم. ايه ده بجد، هما بيختاروهم عشان كده؟ انت عارفه انا كنت فاكراهم بيختاروهم رفيعين ومسلوعين عشان يوفروا في القماش يعني. طب بقول لك ايه يا انجي؟ ما تيجي انا وانت كمان نشتغل موديلز، انا نفسي قوي اشترك في جروب بكابوزه بس مزه. يو جيتك ايه؟ بضحكني. طبعا ما ينفعش، وهم لو اجسامهم حلوه كده زينا محدش هيجيبهم عشان هيركزوا في حاجات تانيه. تاخدي فشار؟ هاتي يا اختي هاتي. هاتي بقى انا سناني.